صح، ماشي يلا. اسألني كنا وقفنا عيشي. عند، ما انا هقول اهو، كنا وقفنا عند السؤال اللي بيقول بكم يزيد عدد البسكويت اللي اكلته سارة عن ما اكله ادم؟ هو صح. آدم كان 5 وسارة كانت 11. اه تمام. طب انا دلوقتي هطرح ولا هجمع يا ميدو؟ ثانية هطرح يا هطرح. زين، شاطر شاطر، بس هطرح. ممكن اقول لك اجابة، ممكن اقول لك قول يا اجابة. ميدو، قول يا ميدو. اه ست. شاطر. 11 ناقص 5 هتساوي 6. 6 بسكوتات او 6 بسكوت. طيب عايزة، يلا، من اكل اكبر عدد من البسكويت؟ مين عارف يرفع ايده؟ أنا عارف، أنا لا عارف، استنى، أنا طيب عارف. يا ميدو ندي فرصة لاصحابنا، ماشي ندي فرصة ماشي. لاصحابنا. نادر نادر ها نادر انا نادر اقول نادر نادر نادر. فين نادر؟ ايوه نادر اهو، صح، شطوره نادر. عايزه بس امسك القلم هنا. نادر، نكتب نادر، ما اكتبش 16، اكتب نادر. طيب من اكل اقل عدد من البسكويت؟ أقول استنى يا أقول ميدو، استنى يا ميدو. سهل. يلا يا اسمع، ميار، نور، اي حد. آدم آدم ادم، شاطرين ادم. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده اهو. بيقول لي هنا الرسم البياني بالصور التالي يمثل سنة الأشجار. اه ماشي. يلا. أسماء، هو مين أسماء دي بتحاول تدخل؟ طيب الرسم البياني بالصور التالي يمثل الأشجار التي تم زراعتها في 4 أيام. طيب أول حاجة ببص عليها إيه؟ عايزة نور تجاوب معايا. يلا يا نور، أول حاجة ببص عليها إيه يا نور هنا عشان أملأ الجدول بتاعي؟ أول حاجة ببص على الشجر، لا مش على الشجر، على ايه قبل الشجر؟ مفتاح ايوه، على المفتاح بتاع الحل. الخريطة، أيوة. بيقول لي هنا ايه في مفتاح الحل يا نور؟ شجرة الواحدة تساوي 10، شطور، ونص الشجرة تساوي 5. ممتازة. طب يلا قولي لي، يوم السبت بقى كم شجرة زرعوها؟ يوم السبت هو أول يوم كده، زرعوا كم شجرة؟ 20. 20. ممتازة ممتازة. طيب أسمع ميار، أسمع ميار. طيب أسمع ميدو، نعم نعم يوم يا مس. يوم الأحد يا ميدو زرعوا كم شجرة؟ 35. 35. ممتازة، هي 10 20 30 والنص ده 35. طيب يوم مسا الاثنين، استنى جوه على مش الفرنسي. طيب يوم الاثنين يا رهف، يوم الاثنين نعم زرعوا كم شجرة يوم الاثنين يا رهوفة؟ ده 10 20 30 50 50 يا مس. 50. شطورة، عدي معايا بالراحة عادي، على مهلك وعدي معايا بالراحة. 10 20 30 40 50. شطورة. طيب يوم الثلاثاء مين ما جاوبش؟ عايزة حد ما جاوبش. ميار، أنا انت مين؟ وياه. ماشي يلا يا ميار، أنا أصلا بندم عليكي من بدري. يلا يا ميار، يوم الثلاثاء كم زرعوا كم شجرة؟ 40. 40. ممتازة ممتازة. طيب هنا بقى عايزين نعمل تمثيل بياني هنا أهو زي اللي عملناه المرة اللي فاتت، يعني نلون. طيب أول حاجة هو هنا مش كاتب لي العنوان ومش كاتب لي الأيام ومش كاتب لي من تحت، أكتب إيه عنوان بقى؟ مين اللي عليه الدور؟ نسمع نور. يا نور يا نور نور أكلها يا نور، ممكن أكتب إيه عنوان؟ العنوان أكتبه أشجار. الأشجار المزروعة أو الأشجار اللي تم زراعتها، الأشجار المزروعة. أختار أي عنوان يناسب التمثيل البياني بتاعي. طيب ممكن أقول الأشجار المزروعة، آه، ممكن تقول عنوان ايه يا ميدو كمان؟ الأشجار عددها المتكامل في المسابقة. مسابقة؟ احنا ما بنعملش مسابقة. هي بس وكده وخلاص. طيب ماشي. طيب ومن تحت هنا يا نور هنكتب ايه؟ النقط دي تمثيل
ايه؟ 50 يبقى يطلع عدد اذكار. لا من تحت هنا. طيب يعني انا هنا لما هلون هكتب ايه مثلا هنا؟ هاي يا ميدو بنكتب ايه من تحت هنا؟ هكتب الايام، هكتب الايام اللي عطيها لي عشان اعرف الون. هكتب هنا السبت، الاحد، الاثنين، ايوه، الاثنين، الثلاثاء، والثلاثاء. طيب وفي النقط دي انا هقول لي ده بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي الايام بس كده. وهجاوب بقى، يلا بينا نجاوب. بيقول لي هنا كم عدد الاشجار المزروعه يوم الاحد والثلاثاء؟ يوم الاحد والثلاثاء هجمع ولا هطرح؟ أجمع. هنجمع. هنجمع. شاطرين، مين عارف؟ طيب يرفع ايده. نعم يا مدفوع، أي حد يجاوب السؤال الأول اللي أجب عن يلا الأسماء يا ميار، يلا يا ميار. كم؟ أنا استنى. طب خمسين. اسمع 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 ميار، اسمع ميار، مش سامعاكم كلكم في وقت واحد، ما تتكلموش كلكم في وقت واحد. اسمع ميار، كم عدد الاشجار المزروعه يوم الاحد والثلاثاء؟ خمسة، ثلاثة زي خمسة، ثلاثة زائد لا خمسة، خمسة زائد خمسة، 75. 75. شطورة. هنعملها ازاي 75 عند يوم الأحد في 35 ويوم الثلاثاء في 40؟ فأنا هقول 35 زائد 40، وأنا لما أربعين، بجمع أحاد مع أحاد، 5 زائد 0 5، و3 دول زائد خمسة 4 زائد أربعة يبقى سبعة. أحط 4 في مخي و3 على صوابع إيدي، بعد الأربعة 5 6 7، يبقى 75 شجرة. مش هو بيسألني عن الأشجار؟ يبقى أقول له 75 شجرة. طيب بكم يزيد عدد الأشجار المزروعة يوم الأحد عن يوم السبت؟ مين عارف يرفع إيده؟ 35 ناقص 20، في ناس عشرين تقريبا زي هيشطروا من ثالثة. 22، قول يا ميدو حلها خمسة معايا. وتلاتين ناقص أيوه، خمسة مين وتلاتين بيتكلم؟ ناقص 20، نعم يا مس، مين بيقول ناقص 35 ناقص 20؟ أنا تلاتة ناقص واحد، ماشي، إيه تلاتة ناقص اتنين قصدي، يبقى جاوب سؤال تاني. واحد، تلاتة ناقص اتنين. طب طيب ممكن بتبقى نخلي كام؟ بالنا من المايكات؟ طيب يعني انا بس عايزة اللي اقول له يجاوب، بس هو اللي يفتح المايك. مين كانت بتقول انا؟ مين كانت بتجاوب بتقول انا؟ نور يلا يا نور. 35 ناقص كام؟ عملت عليه حاضر خمسة حاضر. وثلاثين ناقص 40. هو بيقول لي يوم الأحد عن يوم السبت، الأحد فيه 35، طب السبت فيه كام؟ أربعين، لا السبت ما فيهوش 40. عشرين، طب ثواني بس. نور نور ستاشر يا مس، طب نور بتجاوب، نور بتجاوب، اسمع نور. ها يا نور، 35 ناقص 20 هتساوي كام؟ خمسة وثلاثين ناقص 20 هتساوي، يساوي ثلاثين. لا مش هتساوي 30. اطرح احاد من احاد، 5 ناقص 0 خمسة طيب، و3 ناقص 2 واحد، 1، يبقى 15 شجرة. أنا سمعت رهف قالت فعلا 15 شطورة. بس ناخد بالدور، ناخد بالدور. طيب يلا يا ميدو، الدور المفروض اللي الدور كان المفروض اللي هنجاوب. معلش يا ميدو، ما أنا هدوركوا تاني يا ميدو، أنت معايا على طول. اليوم الذي تم فيه الزراعة أكبر عدد من الأشجار، سهلة الاثنين، الاثنين، والعدد كمان 50. الاثنين، لا أنا أقول الاثنين، ما دام بيسألني عن اليوم يبقى أقول اليوم، الاثنين. طيب بعد كده عايزة أي حد، طيب ما جاوبش يجاوب. أنا يلا يا نور. طب ما سمعتش رهف، ده استني يا نور، أنت جاوبت المرة اللي فاتت، عايزة أسمع رهف. ما هو اليوم الذي تم فيه زراعة أقل عدد من الأشجار؟ إيه؟ كل عدد من الأشكال أشوف أقل عدد قصاده أنهي يوم؟ لا، ما أنا هو بيسألني عن اليوم.
السبت، اقول له السبت، بكتب السبت لان هو بيسالني عن اليوم، فانا عشان اعرف اليوم اروح ادور على اقل عدد قصاده انهي يوم، يبقى السبت. شطوره كده. احنا خلصنا النهارده، لو في حد عنده اي اسئله يقول لي عليها، لو في حد ما فهمش اي حاجه نعيدها تاني. ما عادش نلعب ايه؟ ايه مرام هي كده في ايه؟ كده اهو مش في ايه؟ حاجة. في سؤال؟ طيب في مريم دخلت، مريم حسام سنة تالتة ولا سنة تانية؟ العفو حبايب قلبي، سنة تالتة لسه هتبدأ بعد 10 دقايق، اللي دخلوا في سنة من سنة تالتة لسه هنبدأ بعد 10 دقايق إن شاء الله. في أي أسئلة؟ في حد ما فهمش أي حاجة النهاردة؟ العفو حبايب قلبي، نورتونا في ام اس اكاديمي، كنت معاكم انا مس ريم، للي مش عارف اسمي. السلام عليكم.